أهلا بكم. حراك دبلوماسي متواصل تتواتر معه الأنباء عن تفاصيل اتفاق مرتقب بين المقاومة وحماس بين المقاومة والاحتلال بشأن تبادل الأسرى والمحتجزين. يأتي هذا فيما أعلنت إذاعة جيش الاحتلال سحب اللواء الخامس من قطاع غزة. اتهامات عديدة تتوجه نحو مجرم الحرب بنيامين نتنياهو، تقول إنه هو من يقف وراء الصعوبات التي تلاقيها الجهود الرامية للتوصل للاتفاق، في إشارة إلى تأرجحه بين ضغوط متصاعدة تنادي بوقف الحرب وبين تصريحات داخل أعضاء ائتلافه الحكومي تهدد بإنهاء تحالف الحاكم حاليا إذا ما تم القبول باتفاق قبل استكمال الحرب والقضاء على المقاومة. اتهامات تتزامن مع سحب جيش الاحتلال اللواء الخامس من قطاع غزة في إطار تقليص عدد القوات في القطاع. إلى ذلك يواصل الاحتلال محاصرة مستشفى الأمل ومجمع ناصر الطبي في خان يونس لليوم العاشر على التوالي. لمناقشة كل هذه التطورات نرحب من مانشستر بالدكتور طارق طهبوب الكاتب والمحلل السياسي ونقيب الأطباء الأردنيين الأسبق. أهلا بك معنا دكتور طهبوب. إذن 17 يوما بعد 100 من هذه الحرب، في أي مرحلة نقف اليوم على ضوء الحديث عن صفقة محتملة بين المقاومة والاحتلال، وبرأيك ما فرص نجاحها؟ بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم. تحية لك ولجمهورك الكريم، وقسمت بالنازلات الماحقات والدماء الطاهرات الزاكيات وعقد العزم أن نحرر فلسطين. هذه البداية. النتائج تصنع في أرض المعركة وليس في صالونات المفاوضات وليس في باريس ولا في أي عاصمة. حقيقة صمود هذا الشعب الذي أسر قلوب وعقول محبي الحرية في كل العالم بدأ يؤتي أكله، والتفسخ الداخلي الذي تكلمت عنه في حكومة الاحتلال النازي يعني هو متوقع، لأن الله سبحانه وتعالى وصفهم في كتابه العزيز بقوله تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. هو الآن مثل البالع السكين، إذا قبل بالاتفاقية كل المجانين اللي أنت تعرفينهم في حكومته من جفير لسموتريتش قد هددوا علانية بالانسحاب، وأظن كلنا شاهدنا المهرجان الدموي الذي أقيم بحضور نواب الليكود وبحضور الوزراء في الحكومة الذي طالب بمسح غزة عن الأرض وإعادة الاستيطان الصهيوني في غزة. شهدتي أنت هذا. فهذا الضغط من الجانب المتطرف. على الجانب المقابل الذي لا يقل إجراما عنهم هدد جانس والوزراء الذين أدخلوا في حكومة الطوارئ بترك الحكومة في حال رفضها القيام. منذ البداية أختي الكريمة هو حدد لنفسه 3 أهداف مستحيلة: تحرير الرهائن، القضاء على المقاومة، وعدم وجود أي تهديد بعد ذلك من المقاومة. نعم، وحتى هذه اللحظة دكتور الطهبوب المحتل الصهيوني لا يزال يصر على مواصلته لهذه الحرب إلى غاية تحقيق جميع أهدافه، وتحدث نتنياهو وقال بأننا لن نسحب قواتنا من غزة إلى غاية تحقيق كل الأهداف كاملة ودون تحقيق أي نصر مطلق. وبالتالي ما الذي يفهم من تصريحات نتنياهو في الوقت الذي يتم الحديث فيه عن صفقة محتملة بين المحتل الصهيوني وبين المقاومة؟ نعم، هو يا أختي الكريمة لابد أن يتكلم بهكذا. أنت تعلمين أن هذا المحتل المجرم الحرب هو يطيل أمد الحرب لهدف واحد فقط، ولا يهتم بالرهائن ولا حتى يهتم برعاياه من مجرمي الحرب، ولا يهتم هو في هذه الحرب لنفسه وأغراضه الشخصية فقط،
والعالم كله يعلم، وأول من يعلم ذلك المجتمع الصهيوني، أنه إذا انتهت الحرب ستسقط الحكومة وسيذهب في طريقه إلى السجن وسينتهي مستقبله السياسي. فهو يطيل هذا الإجرام ويوغل في دماء الغازيين وحتى يضحي بأبناء احتلاله في سبيل البقاء على كرسي الحكم. يذكرنا بكثير من طغاة العرب، ولكن هذا أشد إجراما لأنه مولغ في الدماء. طيب، سأعود لك في ذات النقطة المتعلقة بهذه الخلافات القائمة في مجلس الحرب الصهيوني. الدكتور الطهبوف، تفضل ببقاء معي ودعنا نشرك في هذا النقاش الأستاذ سليمان بشارات، المحلل السياسي من نابلس. أهلا بك معنا الأستاذ سليمان. إذن حديث اليوم عن صفقة محتملة بين المحتل الصهيوني والمقاومة، في ربما بالمقابل هناك اليوم اختدام للمعارك في خان يونس وبمختلف مناطق قطاع غزة، وبالتالي ما فرص نجاح هذه الصفقة على ضوء كل هذه التطورات الميدانية؟ نعم، التحية لك ولضيفك والمتابعين ومشاهدي الكرام. عندما نتحدث عن ما يجري من مفاوضات حول المبادرات التي طرحت فيما يتعلق بإمكانية إنجاز صفقة لإنهاء هذه الحرب أو الذهاب إلى عمليات تبادل، هي ربما يمكن الحديث عن جزئيتين أساسيتين. الجزئية الأولى هي ترتبط بالميدان. عندما يكون هناك نوعا ما ذهاب في موضوعة التفاوض، يكون هناك تصاعدية في الميدان، وهذا الأمر عودنا عليه الاحتلال الإسرائيلي، أنه يحاول أن يضغط بالنار وبالسلاح وبالميدان بشكل كبير جدا على فصائل المقاومة الفلسطينية، وهذا الأمر عايشناه في أكثر من محطة من المحطات التي كان يذهب بها الاحتلال الإسرائيلي، وبالتالي وكأنه يريد أن يحقق في معركته التفاوضية ما لم يستطع أن يحققه في المعركة العسكرية في الميدان. هذا من شق. الشق الآخر، وهي عندما نتحدث عن الفرص، الحديث بالفرص هو يرتبط أيضا في طبيعة العوامل الدافعة إلى الذهاب إلى هذه المباحثات. العوامل الدافعة هنا نقسمها إلى ثلاثة أجزاء. العوامل الدافعة المرتبطة بالولايات المتحدة الأمريكية والمجتمع الدولي، والذي بات يخشى والتي باتت تخشى الولايات المتحدة الأمريكية والمجتمع الدولي أن استمرارية هذه الحرب وعدم القدرة في تحقيق الأهداف الأساسية منها يمكن أن يجر الولايات المتحدة الأمريكية والمنطقة إلى حرب أكثر شمولية وأكثر ضراوة، وبالتالي هذا الأمر باعتقادي الولايات المتحدة الأمريكية أو المجتمع الدولي لم يعودا هم بحاجة إلى الذهاب إلى هذه الخطوة، لأنهما يدركان أن هناك الكثير من المتغيرات يمكن التي تؤثر بشكل مباشر. الطرف الثاني وهو الاحتلال الإسرائيلي. الاحتلال الإسرائيلي في هذا الأمر هو مرتبط في جزئيتين: الجزئية الميدانية وما يتكبده من خسائر في صفوفه على مستوى الجيش وأفراد الجيش، وما يتكبده على مستوى المعدات العسكرية، وفي المقابل المجتمع الإسرائيلي الداخلي الذي بات يضغط على حكومة الحرب خشية على مستقبل الأسرى الإسرائيليين، وفي ظل عدم قدرة الجيش الإسرائيلي على تحقيق الأهداف الأساسية من الحرب التي انطلق عليها. الطرف الثالث وهو المقاومة الفلسطينية. المقاومة الفلسطينية في ثباتها وصمودها وعدم تنازلها عن المطالب الأساسية وعدم منح الاحتلال الإسرائيلي فرصا في تحقيق بعض من الأهداف التي ذهب إليها، بالتالي هذه تشكل نقطة قوة ونقطة يمكن أن تضغط على الاحتلال الإسرائيلي. إذا نحن نتحدث الآن ربما عن فرص أكبر مما كان عليه بالسابق في إمكانية أن يكون هناك الدفع باتجاه بلورة ربما رؤى تفاوضية، لكن يبقى السؤال ويبقى الغموض في قضية أساسية، وهي طبيعة ما يمكن أن يترجم من هذه اللقاءات والمخرجات التي ستصل إليها. هل يمكن أن يكون هناك تقارب أكثر إلى مطلب المقاومة الفلسطينية في إنهاء هذه الحرب، أو ربما الذهاب إلى مرحلية معينة في التنفيذ، أم أن الوسطاء يستطيعوا أن يكسروا أو يقلصوا من حجم الفجوة ما بين ما تطرح الولايات المتحدة الأمريكية وما يطرح الاحتلال الإسرائيلي وما ترغب به المقاومة الفلسطينية؟ إذا نحن أمام ربما يعني أيام حاسمة من التفاوض، وأيام ربما بحاجة لمزيد من أوراق الضغط سواء من المقاومة الفلسطينية بشكل مباشر أو حتى الاحتلال الإسرائيلي، هو سيحاول أن يستخدم كل الأوراق التي بين يديه في هذه اللحظة. طيب، وبالنظر إلى هذا التباين في المواقف بين الطرفين أي حماس والمحتل الصهيوني، الأستاذ طارق والدكتور طارق التهبوب، في ظل هذه الخلافات القائمة اليوم في الداخل الصهيوني، بطبيعة النظر عفوا إلى ربما هذه الخلافات والتي جوهرها ربما
الشروط المطروحة اليوم من قبل المقاومة والتي يرفضها المختل الصهيوني أو يرفضها نتنياهو تحديدا من التوجه بها إلى صفقة محتملة مع المقاومة؟ يائير لابيد يخرج بتصريحات ويقول بأنه سيمنع حكومة الحرب شبكة أمان إذا سلكت مسار اتفاق يعيد الأسرى والمحتجزين إلى المقاومة، وبالتالي إلى أي مدى تخلط هذه التصريحات أوراق نتنياهو وبالتالي تدفعه نحو صفقة ما؟ وفي طريقه إلى الغرق في أي طريق يختاره. وحتى تصريحات لبيد تزيد من الضغط عليه، هي لا تنقص الضغط عليه. لبيد قال هذا الكلام لأنه يشعر ويود أن يكسب شعبية انتخابية عند قطاع أهالي الأسرى المحتجزين لدى المقاومة ومن يمثلونهم ومؤيدونهم، وله معرفة بحجم الخسائر التي يتكبدها المحتل الصهيوني وفي قطاع غزة، ويود أن يقلل من هذه الخسائر، وهذا يكسبه أيضا شعبية لدى قطاع الجنود الاحتياط الذين ملوا الحرب ويطالبوا بالعودة. كما تعلمين هناك مقتلين رئيسيين للمحتل الصهيوني، المقتل الأول هو العنصر البشري والمقتل الثاني هو الاقتصاد، وكلاهما على حافة الهاوية بالنسبة لهذا المجتمع. أي حل بالرفض أو أي حل بالقبول سينهي مستقبل نتنياهو المختل الأكبر وسينهي هذه الحكومة فورا، سواء أيده لبيد أو ترك بقي مع المجانين في حكومته وهو أشد جنونا منهم. هو صرح قبل، يعني ثعلب ظهرت ألوانه الحقيقية الآن، هو صرح في المقابلة اللي قبل أسبوع قال أنا لا عمري لا أقبل التفاوض ولا في دولة فلسطينية في الأحلام ولا في أي الكلام هذا كلياته. المختل الآخر على بعد 10,000 ميل اللي هو بايدن، هو الآن يعني مضغوط عليه في قضية الانتخابات، لأنه كما تعلمين أن الولايات التي بها حجب مسلمين وبما يسمى بالسوينج ستيتس، الولايات المتأرجحة وبالذات ميشيغان، ستسقطه. لكن يعني وهناك حبلة كبيرة في الولايات المتحدة الآن، هي يعني بريك بايدن داون، لكن للأسف أن البديل ترامب هو أشد جنونا من الاثنين، من نتنياهو ومن بايدن. طيب، وربما هذا هو رهان نتنياهو اليوم بإصراره على مواصلة هذه الحرب. الأستاذ سليمان بشارات، كنا نتحدث قبل قليل عن شروط المقاومة من هذه الصفقة والانفتاح الذي أبدته المقاومة على كل المبادرات، لكن بشرط أن يتم إنهاء هذه الحرب وإدخال المساعدات وإعادة الإعمار وغيرها من الشروط التي تطرحها المقاومة اليوم من أجل إتمام هذه الصفقة، وبالتالي إلى أي مدى يمكن قبول بمجلس الحرب وتمرير هذه المقترحات برأيك؟ نعم، يعني استكمالا لما تفضل به الدكتور طهبوب، الاحتلال الإسرائيلي يمر أيضا في أزمة داخلية تتعلق في أزمة الثقة ما بين الشارع الإسرائيلي وما بين إدارة هذه الحرب، وهذا الأمر ربما هو الذي يعني ينعكس بشكل كبير أن أعضاء أو عائلات الأسرى الإسرائيليين في يد المقاومة الفلسطينية باتوا يسافروا للقاء وزير الخارجية القطري، وباتوا يسافروا إلى الولايات المتحدة الأمريكية علهم يبحثوا في مدى مصداقية ما يتحدث به نتنياهو. إذن هناك يعني عدم ثقة فيما يتم تقديمه من خطاب من داخل المجتمع الإسرائيلي، عفوا من داخل القيادة الإسرائيلية للمجتمع الإسرائيلي. هذا من جانب. الجانب الآخر، في ظل أن هذه الحرب طال أمدها وإطالة أمد الحرب بالنسبة للاحتلال الإسرائيلي، وكما تفضل الدكتور طهبوب، الاحتلال الإسرائيلي هو لا يستطيع أن يصمد من الناحية الاقتصادية وهو يعاني في هذا الجانب. أضيف إلى ذلك إلى أنه في الجزئية المرتبطة بالعقيدة الأمنية، هي تقوم على الحروب الخاطفة بالنسبة للاحتلال الإسرائيلي. نعم الأستاذ سليمان بشارات، نحن لا نسمعك، في خلل في الصوت، أعود لك ريثما يتم إصلاحه. إذن أعود لك الدكتور طارق الطهبوب، كنا نتحدث عن شروط المقاومة المطروحة اليوم على طاولة المفاوضات، وبالتالي هل سيتم قبولها من طرف مجلس الحرب بنظر إلى حجم الانتكاسات المتوالية والمتتالية طيلة 117 يوما؟ ألا تعتقد بأن المحتل الصهيوني اليوم أصبح مرغما ومجبرا على الدخول في هذه الصفقة بنظر إلى كل هذه الانتكاسات؟ نعم أختي، الآن حتى حكومة الحرب هذه وحكومة الجنود والمختلين كما قلت
هم الآن مجبرين، يعني الآن على كل التضحيات التي والصمود والدماء التي سالت في غزة، وضع غزة التفاوض الآن أفضل من وضع هذه الحكومة، لأنهم لا يستطيعون يعني أن يحدثوا دبارا أكثر من اللي أحدثوا، ما بقي شيء ما تدمر، وإعلاناتهم الكاذبة حيدنا شمال غزة فالصواريخ تنطلق بعد 5 دقائق على عاصمة الكيان، أنهينا مهماتنا في شمال غزة، صاحب البلطو الأنيق يخرج ويعني يعطيهم رسالة. الأمور يعني الآن تعيش هذه الحكومة ويعيش المجتمع الصهيوني أسوأ كوابيسه منذ احتلال فلسطين، وإن غدا لنظره قريب، وإن يعني كما قيل النصر صبر ساعة والشجاعة صبر ساعة، والكل يعض على أصابعه، ولنرى من يستسلم أولا، وستستسلم حكومة الإجرام والاحتلال الذي قلت في هذا الكيان. لا مفر لها، لا يستطيعون الصمود لا بشريا ولا اقتصاديا. طيب، وبنظر إلى هذه الخسائر والهزائم، إذن الدكتور والأستاذ سليمان بشارات، كما كان يتحدث الدكتور الطهبوب الآن عن الخسائر المتوالية للمحتل الصهيوني في حربه ضد غزة، والتي ربما لم يشهد لها مثيل طيلة هذه الفترة من الاحتلال. الأستاذ سليمان بشارات، جيش الاحتلال يسحب هذه المرة اللواء 5 من قطاع غزة في الوقت الذي يقول فيه نتنياهو لن نسحب قواتنا من القطاع، برأيك ما دلالات هذه الخطوة، ولماذا يواصل نتنياهو الحديث بنفس النبرة التي بدأت بها الحرب على غزة؟ نعم، في مقابل تصريحات وحديث بنيامين نتنياهو بالأمس، اليوم كان هناك حديث لوزير الجيش الإسرائيلي جالانت عندما قال أنه لا يمكن البقاء والاستمرار للوجود العسكري في قطاع غزة، وهذا واضح جدا عندما يأتي من رأس هرم المؤسسة العسكرية، هذا له دلالات واضحة جدا، وهو يقطع الطريق على تصريحات بنيامين نتنياهو التي أراد منها بنيامين نتنياهو هو يريد أن يقدم نفسه أنه هو متشدد في كافة المطالب، وهي المطالب ذاتها التي يدغدغ من خلالها مشاعر المجتمع الإسرائيلي اليميني المتطرف والأحزاب اليمينية المتطرفة التي هي جزء من الائتلاف الحكومي الضامن له لمستقبله السياسي. لكن أنا باعتقادي يعني في ظل المعطيات الميدانية أولا، وفي ظل الخسائر الاقتصادية ثانيا، وفي ظل تصاعد الجبهات الضاغطة في الإقليم، هذا كله ربما لم يعد يمنح بنيامين نتنياهو أو الاحتلال الإسرائيلي الكثير من الخيارات في الاستمرارية لهذه الحرب. وبالتالي أنا باعتقادي الآن هم صحيح يرفعوا من وتيرة التصريحات، لكن في طبيعة الحال ربما يذهبوا إلى القبول في كثير من الأطروحات الأخرى أو الخيارات التي يمكن أن تطرح، إن كانت بالنسبة للاحتلال الإسرائيلي هي ممرا يمكن أن يجعلهم يخرجوا من هذه الحرب بشكل أو بآخر. وبالتالي أنا باعتقادي ربما ما سنشهده خلال الأيام القادمة تغيرا في المواقف الإسرائيلية وتغيرا في التصريحات الإسرائيلية بما ينسجم مع طبيعة الضغوط التي تجري، سواء الضغوط السياسية أو الضغوط العسكرية والميدانية التي تجري من قبل المقاومة الفلسطينية. طيب، وبالنظر إلى هذه الضغوط الدكتور سليمان بشارات، والخلافات القائمة اليوم والتي تظهر جليا من خلال تقاطع التصريحات بين نتنياهو وجالانت، برأيك ألا يعتبر اليوم سحب اللواء 5 من قطاع غزة هو انسحاب تكتيكي أم هزائم غير معلنة بالنظر إلى هذا التضارب والتباين من التصريحات بين قادة الحرب برأيك؟ نعم، هناك ربما يعني تفسيران أساسيان لموضوع سحب اللواء، وهو بالمناسبة ليس اللواء الأول الذي يسحب من قطاع غزة من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي، قبل ذلك تم سحب لواءين أو 3 ألوية إضافية من هذا الأمر. أولا لأن الجيش الإسرائيلي بعد طوال كل هذه الفترة من الحرب 117 يوما حدث عملية إنهاك للجيش الإسرائيلي، وبالتالي هناك ربما محاولة لإعادة ترميم هذه الألوية التي يتم سحبها أولا، وثانيا خشية من أن يكون هناك حالة انهيار للجيش الإسرائيلي داخل قطاع غزة في ظل عدم قدرته على تحقيق الأهداف الرئيسية. النقطة الثالثة وهي ترتبط في موضوع الاحتياط الإسرائيلي في الجيش، أنا باعتقادي يعني موضوع الاحتياط بالنسبة للاحتلال الإسرائيلي هو يعتبر من الملفات الساخنة والمهمة، وهي ضاغطة بشكل كبير جدا. الاحتلال الإسرائيلي
يمثل او تمثل حاله الاحتياط في الجيش الاسرائيلي احد الموارد الاساسيه للاقتصاد الاسرائيلي، وبالتالي عمليات السحب المتتاليه لهذه الانويه لمحاوله تعويض ما يتم او ما يتحقق من خساره في الاقتصاد الاسرائيلي، وبالتالي محاوله اعاده هذه الانويه الى العمل داخل المنظومه الاقتصاديه الاسرائيليه من جانب، ومن جانب اخر حتى لا يكون هناك اشكالا فيما يتعلق بالروح المعنوية للجيش الإسرائيلي. نحن تابعنا على مدار الأيام الماضية كيف أن هناك العديد من المطالب والعديد من الظروف النفسية التي بات يعاني منها جيش الاحتلال الإسرائيلي، وبات الحديث عن عشرات الآلاف من جنود الاحتلال الإسرائيلي الذين يخضعون إلى العلاج النفسي والعلاج الروحي في محاولة لترميم الصورة الداخلية والمعنويات التي بدأت تنهار داخل الجيش الإسرائيلي. إذن أنا باعتقادي يعني عمليات السحب للألوية المتتابعة أولا قد تكون جزءا من التكتيك حتى لا يظهر هناك عملية انسحاب كاملة وشاملة مرة واحدة عندما يتم بلورة أي اتفاق مرحلي أو نهائي فيما يتعلق بالجهود التي تبذل من الوسطاء، هذا من جانب. والجانب الآخر يتعلق في المهارات وفي داخل الجيش الإسرائيلي والروح المعنوية للجيش الإسرائيلي الذي كما قلت هو بات يعاني الكثير من الانهيار الداخلي. طيب، هو تخبط واضح لجيش الاحتلال نتيجة ما تكبده من خسائر من قبل المقاومة في قطاع غزة. الدكتور طهبوب، مراقبون يتحدثون ويقولون بأن الاحتلال يغيش اليوم ما لم يغيشه يوما، وهناك أصوات في الداخل الصهيوني تطالب بتغيير الأولويات والإفراج عن الأسرى والمحتجزين لدى المقاومة. بالمقابل هناك تيار ينادي بوقف هذه الحرب، وبالتالي والأمريكان قالوا أيضا صراحة بأنه لا يمكن إنهاء هذه الحرب ووقف هذا العدوان على قطاع غزة دون تحديد حل دائم وإرساء حل دائم وإرساء السلام في المنطقة. برأيك إلى أي مدى يضع هذا المحتل الصهيوني وتحديدا نتنياهو في خيارات ضيقة؟ أخت الصمود المذهل ومدته هو الذي يضغط على هذا الحكومة المحتلين وعلى هذا المجتمع المحتل وعلى العالم بأسره. وتغيير حراس المرمى لا تغيير حراس المرمى أو تغيير الألوية لا يفيد. النتيجة 10-0 في المباراة الآن، وكل يوم يمر في هذه الحرب وفي صمود هذا القطاع الذي يدافع عن 400 مليون عربي وعن 2 مليار مسلم لما يمدوه بقطرة ماء، هذا حديث آخر لسه، هو الذي يحدث هذه النتائج. كما تفضل الأستاذ سليمان، هو يعيش أسوأ كوابيسه هذا الاحتلال، ولم يكن يتوقع هذا الصمود، وكل ما أعلن عن إنهاء مهمة وإخراج لواء يعود ويبلع تصريحاته والنزول على الشجرة وصل إلى جذور تلك الشجرة وليس إلى سطح الأرض، هم الآن تحت الأرض في هذه التصريحات. هذا الصمود الأسطوري هو الذي يعني نحيي إلى حد ما تصريحات ديفيد كاميرون بالأمس اللي قال إنه نحن سنعترف بدولة أو يعني أريد الاعتراف بدولة فلسطين حتى قبل أي مفاوضات. القلق والصمود أعاد قضية فلسطين إلى ذاكرة العالم بعد أن كادت أن تدفن، وبعد أن كاد قطار التطبيع يعني يكتمل مع الدول العربية، فجاء هذا الصمود الأسطوري ليعيد قضية فلسطين إلى مكانها اللائق، وبتضحيات ودماء الغزيين التي نحييها وبلد المليوني شهيد ليس بغريب عليه هذه التضحيات والصمود. طيب، الأستاذ سليمان بشارات، أشار الدكتور الطهبوب الآن إلى حل الدولتين الذي تحدث عنه الولايات المتحدة الأمريكية خلال هذه الفترة. برأيك هل فعلا الولايات المتحدة اليوم مهتمة بحل الدولتين وإرساء السلام في المنطقة ووضع ربما حد للانتهاكات الصهيونية، أو تعتقد بأنه مجرد بروباغندا إعلامية؟ نعم، أنا باعتقادي يعني الولايات المتحدة الأمريكية في أدوارها الكاملة والمتتابعة فيما يتحدث برعاية عملية السلام هي لم تمنح الفلسطينيين أي أمل في إمكانية أن تحقق للفلسطينيين أي من الحقوق، سواء في إقامة الدولة الفلسطينية أو في كثير من الحقوق، بل بالعكس هي كانت تعطل الكثير من المشاريع التي كان يتم الدعوة لها سواء في مجلس الأمن أو في الأمم المتحدة أو في العالم ككل. وبالتالي الولايات المتحدة الأمريكية هي لن تذهب إلى
البحث عن مصالح الفلسطينيين، وإنما يهمها بشكل أساس المصلحة الإسرائيلية وتحقيق الرغبة في تعزيز الوجود الإسرائيلي في المنطقة. الآن عندما يتم الحديث أو إعادة الحديث عن موضوع حل الدولتين باعتقادي هو يأتي ضمن إطارين. الإطار الأول أن ما فرضته هذه الحرب من إعادة القضية الفلسطينية إلى الواجهة بات يجعل القضية الفلسطينية تتصدر الاهتمامات، ويجعل القضية الفلسطينية هي محل أولوية بشكل أساس، وبالتالي هذا الأمر ربما فرض أجندته على الولايات المتحدة الأمريكية لإعادة الحديث في هذه الأمور. أستاذ سليمان بشارات، معذرة على المقاطعة، وأشكرك جزيل الشكر على المشاركة معنا من نابلس، والشكر موصول لك من مانشستر الدكتور طارق الطهبوب الكاتب والمحلل السياسي ونقيب الأطباء الأردنيين الأسبق. إذن إلى هنا يأتي ختام عدد اليوم من هذه التغذية الخاصة، شكرا لكم، نلتقي غدا، إلى اللقاء.